نيكالو كو هادلي كرا ما جيرو لبدا غولاي غولها وكيلدي غولها غورتي غولها غورتي حق له دفاع ارمها ديديغا ما هرغو اني دمركا سي او بدا فوغا سمير اما اي ويرادان دمركو ما هرغا اني ويرادان waxa kale oo dhaacday nin isna sheegta maxay daacisaalay wax lagu sheegaa jira ninkaas oo isna arimo badan darjiiray dadka ay helka waa diinta ee culimada waa in looga dambeeyo diinta islaamka haday noqoto shariicadii diinta islaamka iyo waxyaabahi ku tacaluqay liban abdulkariin sheekh umar sheekh ahmed furre oo kamid amnariyaasha aqalka golaha guurtida ee somaliland waxa uu ka hadlay arimaha maalmihii ugu dambeeyay ka taagnaa dalka ee la xiriira dhinaca diinta taasi oo ay wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland maalintii shalay ahayd war ka soo saartay dhibaanku waxa uu sheegay in golaha guurtida ee Soomaaliland ay u xil saaran yihiin ilaalinta diinta iyo dhaqanka dalka waxaana ugu baaqay bulshada Soomaaliland in looga dameeyo arrimaha diinta culimada waaweyn ee dalka isagoo arrimahaasi ka hadlay bulshada fariin u diray waxa uu yiri alxamdulillaahi rabbil caalamiin as-salaatu was-salaamu cala al-mursaliin sayyidina wa nabiyina muhammad wa cala aalihi wa saxbihi wa sallima tasliima kasiira قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله العظيم الحمد لله ثم الحمد لله موضوع كل ما وسلاسة أنا صوف فلسطين وحن كجها ضياني وكم بده حبنت يقولها قرت ذا أرحم ما أرمي هدويت أيود بيسي سوشيال ميديا هكبة حي قارهان تحافظها كل دول محاكم كل هذا التلفزيون هذا أرحم الدين تكو صابسن سادرات أرحم كاسون سوكو بيا كل مرتدى يا حكمة ذا runtii arrimaha diiniga qaabka looga hadlo cidda u xil saaran inay ka hadasho waa la kala leeyahay waxa ugu mudan bulshadeena guud ahaan al culama ilaahay baa quraanku sheegay oo yiri tabaaraka wa taala a'ud billahi samii al aliim min ash shaytaan rajiim innamaa yakhsha allahu min ibaadihi al culama ilaahay baa quraanka inoogu sheegay aayad labaad ilaahay wuxuu ku sheegay tabaaraka wa taala qul hal yastawi alladiina yaclamuuna waladiina alladiina laa yaclamuun sidaa darteed القرآن كيا حديث إن بدن با لينوغو شيغي دين تينا إسلام كتاب كيا سنها درجة دي إيا مرتبطة إليهين تدكي هل علمي هاد دي آد وحقرا ويدان أما وحيدا علمي وحينا ويديا ليري تدكي هل الدكر فاسألوا أهل الدكر إن كنتم لا تعلمون سيدادر تيد برامجة دا كل وحوي إنت بدن كو صابسان أخيمها الديني غا إددان إهل وحينا أي إنت بدن وحوي كو مشغولان أما يكاهدان iyagoo qalad diinta si qaldan u fahansan ama aan aqoon diineed balaahayn waxaan uga digayaa jubbaland Soomaaliland mujtamaca ku nool oo 6 milyan lagu qiyaaso boqolkiiba boqol muslimiin bay nahay waxaan cilmi aan loolahayn in laga hadlo ma aha waxa weeye qofka bini'aadamka basharka waxa waajib ku ah qof walba inuu waxa weeye u daayo hawsha cidda iska leh waxa jira diinta marka laga hadlayo إلهي القرآن كوحي نوو شيء تبارك وتعالى حكمة إنا هي وحلا برتل لكن وحي لهي بحي أي تاي ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله الحق وفق إلهي حكمة سي خير بضم بإلهي سي حكمة اللفتة يدو دعوة الله شيء يا تبارك وتعالى نبي الله محمد يقود هم بمجتمع مسلمين تا يا مؤمنين تا الضمد إلهي أي إلهي تبارك وتعالى وحكو شيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إلى آخر آية وقول يا ابو الهي كوري تبارك وتعالى ادع إلى سبيل ربك جدك إلهي والإسلام دين الإسلام وي بالحكمة سحكمة ليسا والموعظة الحسنة حكمة دا إلهي أي دهر وكو ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا قفك إلهي سي حكمة خير بدن بإلهي سي دعوت بدون الحكمة ما هقف وين الدواق وش أقول حكمة أن اللهين حكمة بالله يقول يا دتك أهل دينك علم ذو مرتبة ذو ما هي وأمر كاره به ادعو وغير إلى سبيل ربك طريق إلهي جدك إلهي الدين الإسلام إن الدين عند الله الإسلام بالحكمة
حكمته وقفكم مركانو بران أمان اللهين وديقي لهي بحية العلماء الحكمة عند العلماء إيه الوحوات تسكع علماء دا مركا وحن هل كان كشيدي كسو شيدي ليا مال مدوية دخلما يجري أخي ما هاسو كل كيري خد إيا قلادات إنك سو إيكا أبولو شايس كبحيسي قبر واحد جرتي كمي دا قبلها الدعاء دا الدين تيسلام كوها ووية ردت كأما حيابها ولا والله يسفر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبر كمي دا أو خد إيري خد أكون عادي إيري قاسوها فقرة دا يدو أغو باقة سقيب كمي دا هيو سبيشيس هيو مان بيونهي معناها بني آدم كا نحن من المسلمين قرب كمي دا بني آدم كا أو أهد دمر كا يدو أغو باقة سقيب كورسر حقا فقرة دا كلمة داسي واك خد أبي كنت هاي الدين تيسلام كوانا قفوي وهوي لكن هالي قريب يكب بحيسي خد أقفك مركو قلو والردية كدب هدو قفك صور نغضة في الله الحمد تاسي وي دعضي واحا كالو دعضي نين إسنا الشيكتا محيد عيسان عيو حلو شيكا جرا نكا سو إسنا أرخي مبادن ترجيري انت باب مزوري يدي مر هدين نغا سارا تاي بوشدن هدي دولة تاي يا حكومة يا قليال قرن قولها قورتي دوا قولها كليا اللبضة قولي بارلمك وكيلا دا إيو قورتي دا قورتي دا دستور كينا بقولي يصدق قضب هل قضب أعوذ سي دفاع يدريال كي إلالين تدين تا داقن كان نبتقلي دا أنا قضب كاعوس كرايا ميكالو كوهاد لكرا مجر اللبضة قولي قولها وكيلا دي قولها قورتي دا قولها قورتي دا حقولي دفاع عارمها ديريقا عدا إكلاش غيري أنا وحوي وسار دين تي أوقافتا إيو العلماء في بلد أرض الصومال لحديث قبل علماء الدين تأقون طوله والراسخون في العلم إلى هيك شيء قل الروح لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم تذكره الكواد الدين تا علماء وإن لو قدم بيد الدين تسلام كا هذه نقطة شرع عادي الدين تسلام كا يوحي به كتعلقي علماء مر والبا إنه شيء تا أو برتدت كا أنا بيامسة استأدر تدت كاره الكواه وحن ليه هاي علماء لو قدم بيد لما أنتم وهي سكسة يمر النجى قلنا وإن الله نقض مرجع إن الله نقضنا واحوي وعلمتوي نبيك صلى الله عليه وسلم حديث بكوري تركت فيكم ما إن تمسكتم بكتاب الله وسنتي لن تضلي بعد أبدا وحن ذكتك لبا الرموت لبا الرموت هدات كلك تان وكتابك إلهي وقرآنك كريمك منزلك يصنها النبي صلى الله عليه وسلم لبا سيد كتك هدات قبصتان ما إن تمسكتم بكتاب الله وسنتي لن تضلي بعد أبدا وليقيد ملو مصار الحمد لله كتاب كيسونها طبيعة قولي نوغلي والعلماء علماء حلوه قدن بيان ليه أرهما هديني هدي فرنتي وحوي مراني ما ترى فإن تنسعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول سيدا درتيد برشادين وادد آدو قيمة بدن رق يدو مربا المسلمون والمسلمات إنه كرامة يشرف سكوهينا ما هرقوا إني دو مركا سئو قد فوق سمير أما أي ويرالان دمر كرام ما هرق إني ويرالان لكي وحا واجبة استحترام يسو كالسوني تد مسلمين وضرنا شبه النهي دمر كو وهويو ووريدي وولاشا وهبروداكتا وإن أبتدا وإددا فقلوا وآبيه وحلالي وإن كاقي ويل كاقي مركا قددك قالة دا إنتا بضان وحوي برامجدو دو وحيهين أما هدف كودو إن رق إيا دمر كاليسكو تشيديو وقلوا باي قلوا طوطو أرنك هسوار أن مناسب قاهين دين تين الإسلام كا إن لقى فوجي نادنا أي واجب تاي حقوقها يسكون يهين تدخل مسلمين تدحدود ومن قدرين وباهن إلى هنا إنه شيء تبارك وتعالى رسول كلو إنه شيء أنا مسلمين تي يوم يوم مسلمات كا رك يا دمر بره هي بها كد هي كد هي لو باهن هي إمر والبلا سياح نادو وما هي يضحي لنا وذسارين دمانتي كلكم راعي وكلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بإله تبارك وتعالى سو غرغاره برغا iyo wanaag iyo وتقوى الله كعبسغا سو غرغاره او هي سو غرغارنا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وحيابها ان مناسب كاين حمانتا هي سو غرغارين بو ربيري marka akhlaaqda iyo sharafta iyo karaamada dadkeena bulshadeena waxan runtii waxa way ku baraarujinaya aan uga dambeynaa hawlaha waxa way diiniga ama cilmiga diinta islaamka iyo arrimaha masaailka diiniga fatwada aan uga dambeynaa culimadeena diinta islaamka qofku waxaan u garanay inuu ku hadlo ma rahmatullahi imaam shafi'i waha
أئمتي قيمها بطنيت أشد حذق الرئة والرسول كوري خير القرون للقرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذي أشد حجر بوري رجل نولانا وكم دها إمام الشافعي محمد بن إدريس أي مر علمي مثال كل سمين أي حكمة دي لهي بري وحو كل شيء وحنكار كحكمة معنا قرآن كا وحوي قبيب بضم قلها أما حكمة كو كوان وأول كلمة كتاب بانك وارك النجم الوهاج في شرح المنهاج مجلدي سكواد أما قوغشا أو أه مناقبتي إمام الشافعي رحمة الله عليه وحيا به إلهي نكا ودهكو خاص يلي أو بري حكمة دي أو بري كلمة دو كسو كوبي كوبي كلمتين سو علمي كاضية وحويري كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين العلم ما كان قال فيه حدثنا وما سوى ذاك وصوص الشياطين وروف يرسو إمامك إلى حكمة البري حكمة السيي قيمها بطنا وحول علمك سيدي سبوا صدح بخصو كوبي القرآن مشكلة إلا الحديث وإلى الفقه في الدين وقرآن هو لكم مشغوله برشا ديسا محاك هذا معاني ديسا تفسير كيسا تجويد كيسا قراءة القرآن علوم القرآن ولن القرآن كله هو مشغوله يا حديثك يا فقهك فهمك دينته صدح ذا قضب علمي كسو كوبي وحن كبر على وجهي يقود هم بشوية الرئيس وما لا رجع تمر برشاد علمك الرسول كوحك شيء صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وكوات قفك الصو مسلمة إنه علمك برتو عباداتك يا خسية أخلاقياتك سادراتك كلمتي كهذا الله إذا وحن كرب حيطورة باق يو عيقلين كسابسا قود هم بشوية الرئيس وما لا شيء والبا عدبا إهلوا دين تاني الإسلام فعلم هذا يهروا هالله قدم بيا علم هذا وحيلنا وسائل دين تيا وقافتا وهوي وحيلنا علم هذا تربضا وشرف يقيم له ودائر ودواوين ورجواوين يترجع رب سكترا يضم ربا مركي نوا سكتوبا عن سك عشان خيرك إلى هو حبري أن إلى هي نقدقه أمد كتاب كقبصتي يسمنا الرسول صلى الله عليه وسلم مجعين رسمي قا ومجعين الله بيا الله بعضهم يشرينا ومسلمين مسلمي فرد مركوي هي جمع مركيتنا ومسلمين نحن من المسلمين اللهم ارزقنا كمال محبة الرسول الله وكمال اتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ولي أمورنا خيرنا ولا تولي أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى اللهم على سيدنا والنبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.